سلام سلام حبيباتي. Hi everyone. Today it's a fajita day, the chicken fajita day. So my fajita, it's like we need the chicken. It can be like filet chicken, which like can be from the breast or from the leg. We need the mushroom, any mushroom you have. Garlic. Ah, you don't see the garlic. Garlic. We need the lemon. We need, of course, the fajita seasoning mix. It's like it's available in all the supermarkets. And we have one red pepper and one green pepper. Any peppers can do. So باش غادي نديرو الفاهيتا اليوم غادي نحتاجو للدجاج، صدر ديال الدجاج ولا الرجل، المهم غادي يكون فيلي ومقطع صغيور بحال هكدا، شفتوه. وهنايا عندنا لي شامبينيون، ودابا غادي نقطعو الفلفلة حمراء. We just cut them the peppers. It's You can cut it either way you like. So كيف ما قلت، إلا ما عندناش الفاهيتا ميكس اللي هي هادي كتباع في سوبر مارشي، إلا ما عندناش غادي نديرو القزبر يابس، غادي نديرو الكمون، غادي نديرو البابريكا اللي هي كتكون مدخنة، وشوية الملحة، وصافي، وشويه ديال الحار اذا بغينا. كنقطعو الفلفله كلها هي، سهله بزاف، سهله سهله، ونقدروا نديروها في دي ساندويتش، نقدروا نخليوها ناكلوها بحال هكا مع الرز اللي بغيتو، يعني انا كنديرها بجوج بيهم. So as you know, the fajita can be like you can eat it with rice or you can put it in sandwiches. دابا غادي نقطع البصلة ديالتي. And I will cut the onion. غاديش نحتاج بزاف، غير النص ديالها على قبل ما عنيش بزاف. غادي نديرها من دابا واحد، ثومه تقدروا تمعسوها ولا تقدروا بحال هكا تقطعوها. So the garlic you either cut it or you can grate it or whatever you like. نحطها هكا على جنب. Now the mushroom. مشروم انا مسحته. I brushed my mushroom. I don't wash it. I just brush it from the sand. هي من الاحسن نستعملو لي شامبينيون فخي، يعني نقدروا نستعملو المعلبين، مي انا ما بقاوش تسولوني هذا السؤال ديال المعلب ولا لا، لان ما عادش عليا اي حاجه معلبه ما كنحملهاش، ما كندخلهاش لداري، دونك كنستعمل غير هذا. I don't like the canned mushrooms, so I use only the fresh ones. ودابا غادي ندوزو باش نوجدو الفاهيتا ديالنا. سهله 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 بزاف. Now we are going to start our fajitas. It's so easy, super super easy. يلا stay on, stay tuned. دابا كيف ما كتلاحظوا عندي مقله ثقيله. This is a skillet. I just put little bit of olive oil. I'll put my garlic in. My onion, sorry. دابا شفتوني كيف بالقلة تقيلة حطيت زيت الزيتون وحطيت البصلة باش نحمصها واحد شوية.
So it starts sizzling. When it's almost transparent, ملي كتشوفوها بان البصله ولات ترونطافون، كنزيد الدجاج ديالي. You can cut the chicken more mince if you like, but we like it like big like this. If you're going to put it in a sandwich, it's better to make it like more skinnier. الا بغيتو الا كنتو غادي ديروا هذا الشيء، غادي ديروه في واحد دي ساندويتش ولا دي كورني ولا شي حاجه، نقدروا نرقوا الدجاج اكثر من هكا. انا حيت عزيز علينا الحار دونك غادي نديرو واحد شويه في الحار، بيكوز وي لاف هيت سو ويل اد ليتل بيت اند ايل اد ا سبون اوف ذا فاهيتا ميلك. سو هي كتجي بودر ولكن انا حيت رطبات ليا، سو لايك 1 تي سبون اوف ذا فاهيتا ميلك. You can smell it. So we let this like to stir fry a little bit and we come back. غادي نخلو هادشي يتقلى مزيان وغادي نرجع لكم. Now when my chicken is well stir fried and you can see it's fully covered with the mixture of the fajita, I will slow down a little bit the heat. شوفوا كيفاش تلبس الدجاج بال هذا. دابا غادي نزيد لي شامبينيون. وغادي نبقى مخليه السميتو عليه على العالي. غادي تشوفوا بان الشامبينيون غادي يشرب كلشي، هذاك الشيء كاع لي ليكيد غادي يشربهم. حنا ما درناش الملحه لان الميكس ديال الفاهيتا راه فيها شويه الملحه، كنبغي حتى الاخر عاد ندوق ونشوف واش خاصني نزيد الملحه ولا لا. So on high heat still I added the mushroom and you can see the mushroom absorb all the liquids. I didn't add salt because the mixture of the fajita has salt. And always when you stir fry the mushroom never add salt because it will go soggy and rubbery. And واحد القضية ملي كتكونوا كديروا لي شامبينيون فخي عمركم ما تحطوا الملحة في الأول لأنها كتخليهم كتحيد منهم الماء للداخل، دونك كتخليهم هكا كيجوا مجلدين ما كيجوش زوين. ودابا غادي نزيد هذيك الثومة، الثومة ديالتي علاش درناها دابا باش ما تحرقش لينا. I add the garlic so it doesn't get burned. Now you can see I add my papers. كيف ما نحطو دابا غادي نزيد الفلافل ديالي. انا حيت غادي نستخدمها مع الرز دونك غادي نزيد واحد الكاس ديال الماء او اكثر، وغادي نقص العافيه. And because this one I'm going to use it with rice so I need a little bit of sauce. So I put one glass of water and I reduce the heat. I don't want my papers to be very well cooked. I want it to stay a little bit crunchy. If you want your sauce to be thick, you can add another glass with some corn starch. Or you can add cream if you like it like more tastier. كيف ما قلت
انا غادي نبقى حتى طيب شويه الفلفله، مي ما بغيتهاش طيب بزاف، فهمتوا؟ ما تجيش هذا باش تبقى فيها واحد شويه ديال هذا، ما تكونش طايبه بزاف. زدت انا واحد الكاس ديال الماء، لانني انا غادي نديرها مع الرز. الا كنتو غادي ديروها مع هذا، ومازال غادي نزيد واحد الكاس اخر، ونقدر نزيد فيه واحد شويه ديال لاميدون ديال النشا باش كيجي خاطر. وديك الساعه عاد غادي نقاد المليحه، وبها حتى عزيز عليا الكمون، غادي نزيد فيه شويه الكمون ضروري، وغادي نعصروا واحد الحويضه باش نقادوا الامور نحلقوا عليها. واللي بغى يحلق عليها كثر كثر ما عندوش المشكل، مع لا كريم يقدر يزيد واحد الكويس ديال لا كريم، كتجي غزاله بلا كريم، كتجي ثاني بشكل اخر بلا كريم. مي انا ما غاديش ندير لا كريم حيت بغيتها شويه دير الريجيم هاد الايامات. ايوا كيف ما شفتوا غادي نغطيها ونخليها حتى تطيب على راساتها. تهرس الكاس. So I cover it and leave it to cook. Now our fajita is ready. As you can see, it's very nice. I'm very happy with the sauce. I didn't add the second glass. It's okay. If you like it to be more cooked, the peppers, you can cook it more. But for me, this is very good now. I just check the seasoning. So كيف ما كتلاحظوا ها هو طاب، الدجاج ديالي طاب مزيان، خليتها. وهنايا الفليفلات ديالي ها هما، يا ما طيبتهمش بزاف شتي، باقي في اللون ديالهم. انا عزازي عليا بحال هكا يكون. دونك الا بغيتوهم طيبوهم كثر طيبوهم. انا ما زدتش الكاس الثاني ديال الماء اللي قلت لكم مع النشا، عندي لاصوص يعني شفتوا ها هي كاينه لاصوص مزيانه. الوغ دابا غير غادي ندوق باش نشوف الملحه، ضروري نزيد واحد شويه شت الملحه. I will add little bit of salt and as I told you I love cumin. نزل الكمون، دونك غادي نزيد واحد شويه الكمون و الدريزل اوف ليمون، واحد العصره ديال الحامض حتى هي كتقاد البنه. صافي الفاهيته ديالنا موجوده، غادي نديرها في الطبسيل ديال التحضير تقديم. نسد عليها نشوفكم دابا. ودابا غادي نحطو الفاهيتة ديالنا في الصحن التقديم ديالنا. I'll put my fajita. It's very light this way. You can make it heavier if you like. You can put cream as I told you. You can put cheese on top if you like as well. It's nice with some cheese. Here's some parsley. And bon appétit. كيف ما كتلاحظوا الفاهيته ديالي الخفيفه، لان الا بغيتو ديروها ثقيله وديروها دسمه كتزيدوا لا كريم، تقدروا تزيدوا شويه تاع الفرماج غابي من الفوق كتجي ثاني شي اخر. مي انا زدت شويه المعدنوس والله يجعل شي بركه. وبالصحه والراحه.